34 سنة. أريدك تحسب 34 سنة بشر بن حذلم ينزل إلى مدينة رسول الله. يقول له يا بشر، احنا نقرأ هاي الأبيات في كل أيام السنة، لكن اليوم لا، أريدك أنت تقرأها وياي، أريد صوتك اليوم يوصل إلى البقيع، إلى قبر أم البنين. بشر لما نزل إلى المدينة، الضعينة وين؟ الضعينة على أطراف المدينة. قالت لأبو محمد ابن أخي، خرجنا مع أبيك الحسين ليلا فلا ندخل المدينة إلا ليلا، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر. وبشر بن حذلم ينزل، تحفظ الصرخة، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضار جوع، والرأس منه على القناع يدار. الناس ضجت ضجة واحدة، وحسينا هي تسمع، هي بدارها تسمع اسم العزيز، تسمع اسم حبيب الزهرة، تسمع اسم حسين حسين حسين. أخذت أباءتها وتخثرت بخمارها تجر أذيالها. انضرب عن قلبك يا مؤمن. خرجت حافية القدمين مهرولة حيث صوت اسم الحسين، ويا أم البنين وحق أم البنين، واضمر الحاجة بقلبك يا مؤمن. وهي تهرول منادية حسين 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 حسين. وصلت إلى بشر وهو ينعى الحسين، يقول السيد المامقاني رحمة الله عليه، يقول واضح جدا أن أم البنين مذهولة البال مدهوشة الخاطر، لأن الناس تسمع الناعي عن الحسين، وقد توسطت بين الناس وهي تسأل، أسألك عن حبيبي وسيدي ومولاي الحسين. مذهولة، اللي عندها مصيبة تكون مذهولة البال، ووصلت إلى بشر. يا بشر يا بشر، رفقا بأم البنين. يا بشر عندها أربعة أولاد تفجحها. يا بشر لا تفصل الخبر، شلون خبرها؟ قال عظم الله. الله لا، إن شاء الله يفجعكم بحبيب ورد أولادكم إن شاء الله، إن شاء الله بحق أم البنين. يا أم البنين بترت يمينه وقطعت يساره، وأنبت السهم في عينه وتكسرت السهام في صدره، وفضخوا يا بشر وفضخوا رأسه بعمود من حديد، بالله استعد للبواجي يم الابنين. ردوا يتامى وانذبح عباس يم البنين، الأربعة انذبحوا ضمايا. وظلوا ثلاثة أيام
الأبرع عرى وليتك نظرت على النهار صاحب الراي ضخ راسه مقطع شماله وليمي يم البنين الاربعه انذبحوا على القاع حسين ظل مجرد ومكسور الاضلاع ومخدرت حيدر علي فرت بالاقناع ويا الحرم والنار تسعر بالصيا يم البنين الاربعة ما حد فنها دمهم غسلهم والتراب صاير جفنها ومن الصبح زينب مشات للشام عنها فوق الهزل والراس يشهر بالصيا يوم البنين الأربعة تشهد ليك الناس ما صاير باليوث الحرايب مثل عباس خلى الأرض رؤوس جثيس وامطه ميداس